احنا دلوقتي داخل النادي النهري نادي الزمالك. طبعا كان في البدايه مدعو النهارده الاستاذ مرتضى منصور دعا لمؤتمر صحفي كان المفروض اللي هو في نادي الزمالك، لكنه طلب من الصحفيين كلهم والقنوات اللي هم يجوا على النادي النهري عشان يبقى بدايه الافتتاح. في البدايه كده وهو داخل كان في واحد لابس تيشيرت الاهلي راح وقال له يا سياده المنصور كلنا معاك، في حد من الناس اللي كانت موجوده طلبه كده اللي هو يبعد، لكن كان في رد فعل غريب كده من الاستاذ مرتضى منصور وقال له ان الاذى كله بيجي من ولاد الزمالك مش من الاهلاويه. طبعا بدا الافتتاح النهارده بتاع النادي النهري بقى الاستاذ مرتضى منصور كده قبل ما يبدا الافتتاح هو بيقص الشريط طلب من الناس اللي موجوده كلهم اللي هم يقروا الفاتحه، نزل وعمل جوله داخل النادي النهري وقال للاعضاء شاف راي الاعضاء في النادي النهري ايه. خلينا اقول لكم ان في بدايه طبعا المؤتمر النهارده عرض بقى الاستاذ مرتضى منصور بعض الفيديوهات لعمليات الهدم اللي تعرض ليها النادي النهري واكد فيها اللي هو دوت نتاج لعمليات الهدم وان هو واصل بناء النادي رغم ان هو هدم اكتر من مره، وقال على السور الخارجي للنادي النهري اللي مش معمول قال ان دوت بسبب كذا تكرار اللي هو زاد اكتر من مره. طبعا الاستشاره النهارده ساب كل حاجه ما اتكلمش في الكوره كتير، لكنه علق النهارده على استقاله ايهاب جلال بقى اول لما جه يتكلم على الكوره كده وقال ان هو قبل استقالته وقال ان الكلام اللي قاله وكيل ايهاب جلال ان هو ما استقالش مرفوض، وقال ان هو بيعتبر ان الوكيل ايهاب جلال ده مش موجود خالص. مرتضى منصور النهارده وجه رسالات بقى قويه جدا لعدد من الاعلاميين طبعا على راسهم الكابتن احمد شوبير وقال له ابعد عن نادي الزمالك وما تتكلمش تاني عن نادي الزمالك، واللي هو يوم الاحد او حد تاني اتكلم عن نادي الزمالك هيطلع يعني يعرض لهم حاجات كده احنا ما نعرفش هي ايه طبعا بالظبط ده حد قوله لتشرف مرتضى منصور. طبعا النهارده رفض الحديث على اي حاجه جانبيه، رفض اللي هو يعلق هيبقى فيه هل شرط جزائي على ايهاب جلال بعد تركه لتدريب الزمالك ولا لا، يعني كل كلامه كده كان متمركز طبعا في اللي هو عمل التزم بالقرارات واللي هو عقد اجتماعات مجلس اداره 6 مرات من بعد انتخابه لرئيس للنادي، وان هو اللائحه ما بتكتبوش ان هو كل اعضاء مجلس الاداره يمضوا لكنه بتكتفي برئيس النادي واحد الاعضاء كمان. يعني النهارده مرتضى منصور قال ان هو هيعمل يوم الاحد بقى مؤتمر صحفي تاني هيبقى برضه في نادي النهري هيتكلم فيه بقى عن كل حاجه وهيتكلم فيه عن حاجات هو هدد بيها لو ما تمش حل مشكله نادي الزمالك هيعرضها. طبعا ده كل ده بقى احنا نعرفه يوم الاحد الجاي زي ما قال الاستاذ مرتضى منصور.